جميلة ان احنا دلوقتي احنا فات 5 سنين على ثورة 25 يناير، وكواحد مشارك في الثورة ببقى مبسوط لما احس ان لسه الذكريات بتاعت الثورة بتأثر في الشباب بتاع الجيل اللي عمل النقلة العظيمة دي في تاريخ مصر وتاريخ العالم كمان كله. فطبعا برضو من الحاجات اللي بفخر بيها ان جزء من الناس بتفتكره او الذكريات اللي بتيجي في الناس عن الثورة هي غنوة يا يا بلادي بلادي، يا بلادي. وهي ارتبطت الحمد لله، ودي حاجة يعني أي حد يفخر بيها، بذكرى يوم من أهم أيام تاريخ مصر الحديث في رأيي أنا الشخصي. لا هي عملت نقلة بصراحة فينا كشباب، يعني كان اللي بيسمعها وهو في عربيته ولا كان في بيته ولا حاجة، كان بيسمع الأغنية يعني دمه بيفور كده، تحس لو أنت أنا عايز أنزل دلوقتي، أنا عايز والله يعني غصب عنك الأغنية كان فيها، أنت دوست على حتت، وزي ما خليل قال وتر الحساس اللي هو بيجيب الحتة اللي من جوه الشرخ لا هو الجواني ده. الاحساس ساعتها مش بس الاغنيه، الاحساس العام ساعتها بتاع الناس كلها، بتاع الجيران والقرايب كل واحد حاطط والشباب، نفسه الناس مكان كلها اللي كانت فقد ابنه. رايحه للتغيير ورايحه انها تعمل حاجه جديده، وكان صعبان عليهم طبعا اكيد الشهداء والناس اللي نزلوا لمجرد بس ان هم بيطالبوا بالتغيير او بيطالبوا بتعديل النظام القديم. وفي فعلا شباب ابرياء نزلوا زي اي حد طبعا وما رجعوش. كتير طب كتير كواليسها يعني ازاي جت الفكرة يلا نعملها دلوقتي وفي الوقت ده وتنزل في الوقت ده بالتحديد؟ هو الكواليس دي احنا يعني حكيناها كتير، بس ممكن نلخصها لك انها الغنوة في حد ذاتها كانت رد فعل مش عمل فني، بمعنى ان احنا دلوقتي ممكن نقعد ونقول ما تيجوا نعمل مثلا اغنية في ذكرى الثورة، او تعالوا نعمل اغنية مثلا في ذكرى احتفال معين او حاجة معينة، فتقعد تعملها كبزنس، تقعد تعمل الاغنية وتشوف هتعملها ازاي ونقول ايه وما نقولش ايه ومين يوزعها وننفذها ازاي زي اي اغنية زي اي هي شغل. جت كده لكن الاغنية دي كانت رد فعل، يعني انت رد فعلك انك نزلت مثلا الميدان، انت مثلا عن الثوره وشفت المشاهد فتاثرت فنزلت الميدان، او بيت في الميدان التحرير، او عملت حاجه على الفيسبوك كتبتها، او اي حاجه، اي رد فعل من عندك انت. تمام. انا كان رد فعلي ان انا عملت اغنيه، فدي كانت رد فعل رايي في الموضوع، الدفعه الشعوريه اللي جات لك وانت بتشوف الحاجات دي هي دي كانت الاغنيه، ما كانتش عمل فني معمول بمقاييس العمل الفني، يعني احنا ما نفذناش مثلا في استوديو مثلا وجبنا عازفين وعملنا زي ما بنعمل في اي اغنيه، حتى لا دي مش بسيطة أوي بالاهميه دي، لا وجميلة. اتعملت على وسام عبد المنعم الموزع، عملها في عنده في البيت كده على الاورج بتاعه باصوات البرو تولز العاديه مش باصوات لايف ولا اي حاجه، وغنيتها انا ورامي جمال في المكتب بتاع وسام في اوضه اللي بيشتغل فيها مش في استوديو ولا حاجه، ونزلناها على اليوتيوب برضو في نفس اليوم ونمنا، يعني خلاص الموضوع صحيح يعني بقى الدنيا. صحينا الصبح لقينا الاغنيه رايحه في حته تانية خالص. لا بس